بدأت عمري صغير 6 سنوات في الفنون القتالية، لعبت عدة ألعاب قتالية، كاراتيه، كونفو، وآخر شيء تخصص بالكيك بوكسين، يعتبر أول يمني ألعب كيك بوكسين. شاركت أكثر من بطولة، شاركت بطولة الأردن وجبت ذهبية، شاركت بطولة بيلاروسيا وجبت 4 ميداليات في 4 أساليب قتالية، وشاركت في آخر بطولة كانت في 2019 بطولة الواكو، بطولة الأندية الدولية. انقسم المجتمع إلى قسمين، القسم الأول معترض، يقولوا ليش تلعبي، ليش تقلدي الأولاد، هاي لعبة ذكورية، أنتم خرجتوا عن النطاق النسوي أو النطاق السيدات. وفي مجتمع مؤيد، يعني يفتخر ببطولاتي، بإنجازاتي كأول يمنية لعبت كيك بوكسين، يقولوا خلاص خليهم يروحوا يدافعوا عن نفوسهم، يتعلموا، يعني كثير يجوا لي جوع عشان دفاع النفس، عن لياقة بدنية، عشان شد الجسم، عشان تقوي شخصيتها. تحس أحيانا البنات، يعني في بنات في الجامعة تعرض لاستفزاز أو أي شيء، يعني حاول تقوي شخصيتها، ترفع معنويتها. التحقت برياضة البوكسينج لتنفيس عن الضغوط اللي احنا بنمر فيها كيمنيين، محافظة على صحتي. طبعا انا مريضة سرطان ثدي، يعني الصحة، اكتشفت ان الصحة هي رأس مالي، فانا بدرب اولادي معايا في النادي، ويعني بحاول بشتى الوسائل اني احافظ على صحتي، بالذات احنا مرضى سرطان لازم يكون لنا وزن معين، غذاء معين.